يواجه فريق النصر السعودي فريق السد القطري في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا. لكي تشاهد معنا المباراة ما عليك فضل الضغط في زر اللايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المصطفى للمباراة ملعب الهوال بارك أسكينغ ساوني يونيفرسيتي برياض في تم الساعة 9 ليلا بكل من توقيت السعودية وقطر الإمارات، والساعة 8 بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. وسوف تنقل المباراة عبر قناة بين سبورت اف سي وحيد وقناة اس اس اي سبورت اتش دي وحيد الناقل الحصري والبث المباشر ليادي الموجة القوي اليوم. تجدون البث في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الترتيب على الكل لكي توصل دائما موعد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، وأضرب لكم موعد في موعد قادم.